حاليا انا موجوده بمركز الطوارئ الرئيسي لامانه عمان الواقع بتلاع العلي. رح يكون معي هلا المهندس حسام النجداوي. مهندس حسام صباح الخير. صباح الخير. مهندس حسام هو نائب مدير المدينه لشؤون المناطق والبيئه. صباح الخير اول شيء ويعطيكم الف عافيه. الله يعطيك العافيه. مهندس بالبدايه بدك تحكي لنا شو تجهيزات امانه عمان ومركز الطوارئ للحاله الجويه اللي عم بتاثر على المملكه؟ نعم ستي، يعني احنا بدايه بناء على النشرات الجويه اللي تصدر من المصادر الرسميه بيتم اعداد الخطط والتوجيه من معالي الامين بخصوص اعلان حاله الطوارئ. طبعا بالحاله اللي احنا فيها هاي حسب النشره الجويه اللي وصلتنا احنا الان طوارئ قصوى ثلوج. احنا من امبارح شفت بي كنا يعني مستعدين لهذا الموضوع وكانت الكوادر كلها موجوده في الميدان. التجهيزات كامله بتكون، التوجيهات لمعالي الامين تكون واضحه لكل الكوادر المعنيه بحالات الطوارئ. احنا هدفنا الرئيسي فتح الطرق، تسهيل المرور على المواطنين، بالاضافه نعطي اولويه قصوى للمستشفيات لانه بتعرف الخاصه والحكوميه، لانه احنا بحاله يعني جائحه وممكن يكون في حالات طارئه غسيل كلى، فالاولويه القصوى هي للمستشفيات. مهندس بدنا تحكي لنا كم عدد الاليات اللي تم توزيعها في العاصمه عمان للتعامل مع هذا المنخفض؟ الاليات اللي موجوده ما تم اليات حديثه جدا، طبعا كلها تطورت وتحدثناها بناء على اخر مستجدات والتغير المناخي اللي صار. الاليات عددها 162 اليه متخصصه في موضوع رفع الثلوج، هي غاياتها اخرى، منها قلابات، منها لودرات، منها جريدرات، يعني بجوز انا بحكي شغلات بجوز ما بتعرفيها انت، لكن يعني هاي الاليات تم وضع خطة لها وتم التعديل عليها لوضع كاسحات ثلوج عليها، وهاي اللودرات بالبوكت تبعها نستغلها برضو لغايات رفع الثلوج. ف162 آلية بالإضافة إلى آليات فيما لو كان يعني تساقط كثيف ويعني فوق طاقة وكوادر الأمانة. احنا طبعا دائما نستعين القطاع الخاص اللي هو الشريك الأساسي لنا، تقريبا بجوز يكون في عندنا 90 لودر من القطاع الخاص راكب عليها أجهزة تتبع مثل باقي آليات الأمانة مشان عملية المراقبة والسيطرة والعملية يعني متابعة هاي الآليات تحريكها بحال احتجنا أن نوجه هاي الآليات المتخصصة أو الخاصة إلى مواقع بحاجة إلى يعني فتح طرق أو إنقاذ. كم تقريبا أعداد الموظفين يتم توزيعهم للتعامل مع الطوارئ؟ بما انك حكيت لنا احنا طوارئ قصوى، احنا طوارئ قصوى يعني بعنيها ذلك بالنسبه لنا شفتين، شفت A وشفت B. شفت ال A وشفت ال B بيكون فيها بكل شفت تقريبا 2500 موظف، بين عامل وطن، بين سائق، بين فني، بين مهندسين ومشرفين، وكلهم بيكونوا بالميدان. يعطيهم الف عافيه. عافيه. مهندس، شو هي المواقع اللي بتتوقعوا انها تتعرض لارتفاع بمنسوب المياه؟ يعني احنا كنا امبارح متخوفين من هذا الموضوع، ولكن بحمد الله يعني لغايه الان ولا ملاحظه اجا. في مواقع مرصوده سابقا وكان تكرر فيها اكثر من مره ارتفاع منسوب مياه تم معالجتها كامله. الان احنا متوقع بجوز مواقع اخرى يكون فيها ارتفاع منسوب، لكن اذا كان ثلج طبعا ما في ارتفاع منسوب، يكون في تراكم للثلوج، وبالتالي احنا مش متخوفين الان من موضوع تراكم او ارتفاع منسوب المياه، احنا خايفين من تراكم الثلوج، وان شاء الله انه بنقدر نخدم الناس وينبسطوا بهالموسم وينبسطوا هالثلج، الناس إن شاء الله متعطشه انها يعني تشوف الثلج. مهندس، هل تم عمل صيانه للانفاق؟ كافه الانفاق، كافه المواقع اللي فيها مضخات غاطسه، كافة المواقع اللي بدها تنظيف مناهل، احنا من بداية الموسم، احنا هذا موضوع تنظيف المناهل والأنفاق يعني اعتبار يعني زي شغلنا الشاغل، دائما وابدا صيفا وشتاء تنظيف المناهل مستمر ما بنتوقف، عمل الصيانة، العبارات الصندوقية سواء كان ميكانيكية أو يدوية كله بيتم أو كان عن طريق العطاءات. يعطيكم ألف عافية. مهندس، بدنا التوصيات والتحذيرات من أمانة عمان للمواطنين. والله هي كثيرة، بس يعني أول شيء ديروا بالهم على حالهم، سياراتهم تكون مجهزة للتنقل بشكل صحيح بالظروف زي هيك. إذا في عندهم مضخات غاطسة يتفقدوها الآن، يبعدوا عن مجاري السيول، مجاري الأودية، المواقع اللي فيها خطورة. ونوصي اللي بدهم يروحوا اليوم من أعمالهم إلى بيوتهم، يعني إذا قدروا يروحوا بكير ياخذوا مغادرة ويروح لأنه
يعني بتوقع او حسب النشر الجوي انه بعد الساعه الرابعه او الخامسه ممكن يكون في تساقط للثلوج, وهذا اخطر يعني وقت بكون. ضروري انه ما نتنقل كثير بسياراتنا, وخصوصا اذا مش مجهز لمثل هذه الحالات الجويه. نتمنى للجميع السلامه ان شاء الله, وانتم يعطيكم الف عافيه. عافية مشكوره جهودكم, وطبعا اكيد احنا بنلمس, ومش بس بنشوف, بنلمس الجهود على ارض الواقع. مهندس حسام النجداوي, شكرا كثير لك, شكرا لوجودك معنا في دنيا وسهل. دنيا ويعطيكم الف عافيه. نتمنى تكون امطار الخير, ونتمنى السلامه للجميع.